جلال الدين الصغير في آخر صيحاته أو في الخطبة الأخيرة له يتحدث عن الميزانية لعام 2018، يقول إن العراق لديه موظفون أكثر من الصين الشعبية. يا رجل لا حول ولا قوة إلا بالله. تابعوا هذا المقطع الآن، وبعدها نقرأ عليكم عددا من تعليقات جمهور فيسبوك على حديث جلال الدين الصغير. نبهوا لا توجدوها، ولا عندكم قدرة مالية أن توظفون الناس. ماكو الدول الاشتراكية الكبيرة جدا ما عندها قدرة، ولا يمكن إلى نفس الصين ما عندها الأرقام من الموظفين اللي موجودين عندنا إحنا. الصين بكل المليارات اللي عندها ما عندهم هذا المقدار اللي إحنا عندنا من الوظائف اللي الدولة عليها أن تدفع. فإذا إذا كل القضية تدفعوا الرواتب، إذا الحديث عن إعمار وإيجاد فرص وما إلى ذلك كله ما له واقع. تعالوا فكروا تنافسوا على قضية أن تعلمون الشباب مهن فنية، أعمال مهنية، أعمال فنية، صنعة يمكن لهم أن يشتغلون بها. الصين لديها عدد موظفين أكثر منك يا عراق، سبحان الله.